الاشتراك في الملكيه شرعا حرام. انا واحد من الناس كي عرست عملت اشتراك في الملكيه، واللي شرع له في تونس باش يتحاسب عليه يوم الدين. والله نصور موجود مش بكثره، انا نصور الاشتراك في الملكيه حرام، وعاد نقولها لك راهو حرام شرع ربي سبحانه. لكن في تونس نصورش كان موجود منه برشا. يلزمنا ندورو ونرجعوا لكلام الله، حبه من حب وكريم من كريم. كيقول لك الاشتراك في الملكيه، اشتراك في الملكيه الزوجيه اي خاطر فما اشتراك في الملكيه نتاع العقارات. الاشتراك في الملكيه شرعا حرام، واللي شرع له في تونس باش يتحاسب عليه يوم الدين، خاطر شرعا حرام ماهوش مقبول. الاشتراك في الملكيه حرام، وعاد نقولها لك راهو حرام شرع ربي سبحانه. فماش اشتراك في الملكية من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعت شي انت ايش يقول لك الله سبحانه؟ يقول لك يا اما معناتها زواج بالمعروف، معناها ما نحبش نكسر انا الواحد، واما طلاق بالمعروف. فهمت كيف؟ ما قالش الله سبحانه انت كي تاخذ وحده تشترك معها في الملكية. فهمتني؟ ينجم يكون مشكل بين الكوبل الاشتراك بطبيعة الحال، ينجم يكون مشكل بين الكوبل كي نبدا انا نخدم وتبدا هي النيه، معناها دون لي دو سونس، الراجل كل مره تبدا هي النيه نتاعها ماهيش باهيه. فهمتني؟ شنو اللي باش يصير في الحاله هذيا؟ باش تولي هي كيما صاير توا، معناها تولي المراه فهمتي متعبه للراجل، ولا الراجل متعب للمراه، باش تولي تقسم معاه. فهمتني؟ وهذا الشيء هذا حرام. فهمتني؟ معناها انا نخدم ومن بعد هي تجي تقسم معايا. فهمتني؟ في حالة رفض أحد الطرفين، هذا ينجم يكون مشكل نتاع قلة ثقة بيناتهم قبل الزواج. هذا رفض، مش قلة ثقة، مش قلة ثقة، هي معناها كيما نقولوا مو فاهمة من الأول كيما قلت أنت. فهمت كيف؟ إذا كانت فاهمنا أوكي، إذا كان ما فاهمناش مش أوكي. وجنرالمون العباد باش نحكيو على الواقع يتفاهموا هما وعد الشهيد من الأول، ما نقولش الحكاية هذيك جملة. عندك تجربة شخصية تنجم تحكينا عليها؟ عندي تجربة شخصية خارج حدود الوطن، معناها الاشتراك في الملكية خارج حدود الوطن أوتوماتيك. فهمت؟ إذا كان ما تحبش تعمل الاشتراك في الملكية لازم تمشي النوتير، معناها بالنسبة حتى للتوانسة اللي يخدموا برا يردوا بالهم الحكاية هذي. تنجم تخدم والفورتون اللي لمتها أنت في عمرك الكل تجي واحدة تاخذها لك مدام. كيفاه؟ معناها سي أوتوماتيك، الاشتراك في الملكية سي أوتوماتيك. تنجم هي تقدم بك قضية بتاع طلاق، فهمتني؟ يوقفوا لك لي كونت بانكير نتاعك، يوقفوا لك كان عندك دي بيان ايموبيلي، كان عندك ان بروجي. عند هاو ليكزومبل باش نعطيك، كان المغربي هذاك الكوارجي حكيمي ومرته التونسيه هذاك، ما عاملين اشتراك في الملكيه ولا؟ اما هو كتب، كي قالوا كتب كل شيء باسم امه. اي هو كتب كل شيء باسم امه خاطر يقرا في حساب النهار هذا باش تجي اللي باش يجي. فهمت؟ وهي ماهيش تونسيه هذيك، هي عايشه لبرا، معناها ما تمثلش المراه التونسيه، خاطر المراه التونسيه ارقى من هذيك. فهمت كيف؟ وهم عملوا الحكايه هذيا وهكا على سوغ لي ريزو سوسيو، وواحد مغربي ما نعرفش شنو عمل الوحده التونسيه. هذا اكبر اكزومبل نتاع حكيمي، علاش احنا باش نوصلوا للوضعيه هذيا؟ فهمت كيف؟ انت قلت عرست وطلقت قسمت معاك اوتوماتيك غادي؟ اي سي اوتوماتيك، اذا كان عبد ما يعرفش، فهمت، ما يعرفش القانون مثلا في البلاد اللي يعيش فيها هو، مش لازم نسميوها البلاد، يلزمك قبل ما تعرس تمشي النوتير وتكتب معاه سيباراسيون دي بيان تتسمى. اذا كان ما عندك سيباراسيون دي بيان القاضي باش يحكم لك ديريكت، معناها كيما نقولوا لي بيان سوغون، لي بيان سوغون بارتاجي انتر لي دو، كيما قلت لك كيما صار مع حكيمي، يا ما هي حسبه غلط. انت ترى في تونس ماهوش حاجه اوبليغاتوار، ترى انت قلت حرام. اي شرعا حرام، بالشرع حرام، ما يلزمش نكسروا معناها شرع ربي سبحانه. بالشرع الاشتراك في الملكيه حرام، فهمت؟ خاطر الزواج موجود في القران، والطلاق موجود في القران، والعده موجوده في القران، وكل شيء موجود. فهمتني؟ يعني لازم احنا نرجعوا لكلام ربي تقول انت. بالطبيعه المشرع التونسي هي اصلا القوانين التونسيه راجعه لكتاب الله. فهمتني؟ كتاب ربي، اذا كان احنا ما نرجعوش لربي سبحانه باش نرجعوا للعبد، العبد ديما يعمل اخطاء في حياته. فهمتني؟ العبد خطاء. فهمتني؟ دونك فوالا، يلزمنا ندورو ونرجعوا لكلام الله، حبه من حب وكريم من كريم. كي يقول لك الاشتراك في الملكيه. اي. في تونس صاير برشا ولا شوي؟ بين الازواج معناها. ايه بين الكوبل، يعني في تونس موجود بكثره ولا بقله؟ والله نصور موجود مش بكثره، انا نصور. رغم اللي انا واحد من الناس كي عرست عملت اشتراك في الملكيه، لكن في تونس نصورش كان موجود منه برشا. عليه
مانيش عارف، اما خاطر نسمع برشا مرات حكيت اللي نسمعهم ديما اللي كونوا في لونتوراج نتاعي سورتو الناس نعرفهم اللي كونوا يعملوا سيباراسيون دي بيان ولا كيفك يدري حاجه كيفك يقولوا لها معناها كيفاش بالعربي معناها معناها ماهيش الاشتراك العكس كل واحد معناها على روحه كيفاش يقولوا فهمتني يا ينجم يكون مشكل في الكوبلة المشكل علاش مشكل الشراكه في الملكيه علاش اي نجم يكون مشكل كان احد كان احد الاطراف مثال يقول لك لا انا ما نعملش اشتراك يولي قله ثقه بيان سور هذا اللي انا حبيت نقوله ديجا من رايي في الموضوع اذا كان باش يعمل مشكل مش لوجيك معناها انا كيك نفهم اللي كانوا الكوبل ديجا علاقته ماهيش مبنيه على اساس صحيح خاطر ما يلزمش يعمل مشكل نورمالمون، مو حسب رايي انا هو يزيد يقرب للشراكه في الملكيه. انت عامل الشراء. الطرف هذا ولا الاخر اي؟ وما فهمش حتى مشكل الحمد لله. لا ما فهم حتى مشكل رغم اللي الحقيقه انا انفصلنا احنا. لكن ما كانش في مشكل لا واحنا معرسين ولا كي احنا انفصلنا زاد. انفصلتوا كيفاش في الاملاك؟ قسمتوا وفصل؟ والله هي معنيش برشا ملاك معناها دار تنجم تقول هذيك الحكايه. كيفاه؟ اي كيفاش قعدت هكاك دار معناها في الورق تابعتنا الاثنين بحكم عندنا طفل احنا دونك تنجم تقول بريس قعدت لولدنا ما هي لا هي دار تتبعني لا تتبع حتى انفصلتوا متفاهمين لمصلحة ولدكم. اي طبعا اي طبعا هذاك علاش قلت لك الموضوع ما قلقنيش لا وانا معرس ولا وانا زعما موجود منكم لي كوبل مازال برشا في تونس ولا قل؟ والله مانيش نعرف اما كما قلت لك في بداية حديثي ما صارش موجودين من الاساس برشا يعملوا الشراكة في الملكية خاطر ديما نسمع كيفاش الناس تعرس قليل رارمون وين سمعت الحكاية هذيك. انا عملتها وحدي ما قال لي حد والحقيقه قلت اللي عملتها انا هو اللي عندي الدار معناها قبل حتى ما نعرس معناها نزيد نقول لك ما مرتي ما عندها حتى اما بيناتكم ثقه اي وانا حبيت هكاك خاطر حسيت روحي من الحكايه تزيد تقرب اكثر تزيد تخلينا مرتاحين اكثر ماهوش باش تعملنا مشكل وانما العكس يعطيك الصحه ميرسي بوكو على رايك يعيشك بالسلامه